كما كتعرف بان هذا واحد عيد اممي اللي كيحتفل به الشغيله في على ربوع العالم كامل. احنا اليوم خارجين ماشي باش نحتفلوا، انما خارجين باش نعبروا على عدد ديال المطالب ديالنا للجهات المسؤوله، ولحدود الساعه ساده البيبان ديالها وما بغاش تجلس معنا طاولات الحوار. من بينها هناك ما هو هناك اللي عنده علاقه على الصعيد الوطني، وهناك عنده علاقه محلي مع جماعه الدار البيضاء. على الصعيد الوطني مثلا كما كتعرفوا مؤخرا هذا الارتفاع المهول ديال 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 المحروقات انعكس بشكل سلبي على عدد ديال المقاولات الصغرى والمتوسطه بقطاع سياره الاسعاف. وكما كتعرفوا بان الحكومه دارت واحد العدد ديال الاجراءات على الرغم من من من, من, من زعما على البساطه ديالها، والا انها استثنات هذا القطاع الحيوي الاجتماعي اللي عنده علاقه مباشره مع المواطن. شكون المواطن؟ هذاك المواطن اللي المواطن المريض، المواطن البسيط، المواطن اللي ما عندوش، عنده علاقه مباشره مع هذا القطاع، واللي تا هو حنا بدورنا كهذا الشيء كينعكس على المواطن. الحاجه الثانيه انك واحد العدد ديال القطاعات، واحد العدد ديال القطاعات اللي ما كتخلص مثلا هذيك ما عندهاش هذيك لافينيت، ما عندهاش واحد العدد ديال ديال الاجراءات اللي هي سنويه، وقطاع سيارات الاسعاف لحدود الساعه ما بغاوش يعفيوه من الضرائب ولا هاد الرسوم اللي كنخلصوا كل سنه. عندنا مشاكل وكذلك مع مؤسسات ديال التامين، عندنا مشاكل واحد العدد ديال المشاكل اللي خص القطاعات الوزاريه تدخل معنا للحوار ونجلسوا طاوله الحوار باش نلقاو حلول جذريه لهذا الشيء. كذلك اليوم حنا خارجين نعبروا على واحد العدد ديال الاشاعات اللي مؤخرا وواحد ديال الضغوط اللي تمارسات على القطاع باش هذا القطاع يمشي لواحد الجهات معينه هي اللي تاخذ بزمام امور، وكانوا بغاو ياخذوا يديروا فيه الاحتكار. ولكن اليوم كنقولوا لهم باننا نحن جنود المجندين باش نوقفوا مع القطاع ديالنا، وحنا كيهمنا المواطن قبل ما كتهمنا الامور الماديه، لان قطاع ديال سياره الاسعاف في الوقت ديال الجائحه هذا القطاع ديال سياره القطاع الخاص كله خدم بالمجان طيله هذيك السنتين، خدموا بالمجان وبينوا للمجتمع بشكل عام باننا حنا لسنا ماديين، اننا حنا وطنيين وكنحبوا بلادنا وكنحبوا مالكنا، ولكن خاص الحكومه تجلس معنا وتجلس معنا طاوله الحوار. اليوم الا بغينا نتكلموا على المشاكل المحليه، المشاكل اللي كتعرفها مدينه الدار البيضاء، واللي هي مشاكل كثيره ولا المجال هنا ما كيتسعش باش نذكروا فيها كامله. اليوم كناش التحملات العقيم، نحن في الاتحاد الوطني للشغل المغرب كنقولوا بان كناش التحملات اللي بغى ينزل مجلس مدينه الدار البيضاء وكناش تحملات عقيم. غتقول لي كيفاش اليوم واش معقول بان يطالبوا هاد الشركات باش يشدوا الاسطول ديالهم باش يديروا واحد العدد ديال الاجراءات باش هاد السياره يكون في واحد العدد واللي هو كاين دابا متوفر، ولكن هاد الاصلاح هذا ما يكونش اصلاح جزئي على القطاع الخاص، وانما خاص يكون اصلاح شامل. كيفاش اصلاح شامل؟ هناك سيارات ديال تابعه لوزاره الصحه خاصنا نشوفوها كيفاش دايره، واش هاد الوزاره ديال السيارات ديال وزاره الصحه واش هاد السيارات ما كيركبش فيهم مواطن؟ كيركب فيهم مواطن، اذا خاصهم يلقاو حتى هما يكونوا معنا في هاد كايت شارج. هناك السيارات التابعه للجماعات الترابيه
كتشوفوا الحاله المهترئه ديالهم، واش هما هذيك السيارات ما كيركبش فيهم المواطن، كيركب فيهم المواطن. اذا حتى هما خاص يكون واحد كيتشارج، ومن يكون الاصلاح يكون اصلاح شامل، وما يكونش اصلاح جزئي مره اخرى ثاني غير على سيارات الاسعاف بلا ما ندوزوا لنقل الموتى. خاص يكون كنا التحملات يكون فيه سيارات الاسعاف وفيه نقل الاموات، لان حنا كنعرفوا علاش تم تنزيل سيارات الاسعاف وما تمش تنزيل نقل الاموات. اليوم حنا كنقولوا للجهات المسؤوله وعبر هذا المنبر ديالكم وخصوصا ديال رئيسة ديال جماعه الدار البيضاء انها خاصها تجلس معنا لطاوله الحوار. اليوم حنا بغينا التنظيم، حنا ما بغيناش العشوائيه. لا يعقل من 2000 اواخر سنه 2002 وحنا ما كنتسلموش الرخص ديالنا، وطبيعه الحال ملي ما كتسلمش الرخص ديالك راه كتعرض للاضطهاد، كتعرض لجميع الممارسات من جهات معينه واحده اخرى. فاليوم حنا كنعاودوا نجدوا النداء ديالنا للجهات المسؤوله، وكنبغوا نوصلوا لهم الصوت ديالنا، وكنقولوا لهم حنا راه بغينا التنظيم، ولكن ما يكونش النظام يكون على 3 ولا 4 شركات كبرى ويتم اقصاء باقي الشركات. وجلالة الملك بافتئة في الخطابات ديالو كيحث على انه باش هاد الشركات الصغرى والمتوسطة يتم الدعم ديالها، ويتم كذلك بانهم يشدوا هاد المسؤولين يشدوا بيدين هاد الشركات حتى اللي ما قادش يوقف على رجليه يشدوه حتى يوقفوا على رجليهم. اذا اليوم حنا كما قلت كنعاودوا نجدوا النداء ديالنا، حنا راه مع التنظيم ولكن ماشي التنظيم المغلف والمزيف.